أحبائنا أنا حابب رحب فيكم كل ترحيب في برنامجنا الجديد خليني خبرك قصتنا اليوم هي بعنوان الحرية في سنة 1886 قدم الشعب الفرنسي للشعب الأمريكي تمثال عظيم كان هالتمثال رمز للصداقة بينهم وسمي هالتمثال بتمثال الحرية وهذا التمثال نصب ولم يزل قائم إلى هذا اليوم في مدينة نيويورك تمثال الحرية اللي بيعلو عن الأرض 91 متر بشخص امرأة تحمل في يدها اليمين مشعل مرفوع نحو السماء وفي يدها اليسرى لوحه نقش عليها قصيده هذا التمثال عن الحريه بيمثل لكل السائحين والمهاجرين القاصدين بلاد امريكا تعبير على راسه تاج وكانه شمس ساطعه تمثل البحار السبعه هذا التمثال اللي بيرمز للاستقلال والحريه صمد عبر السنين مع انه هبت عليه رياح عاصفه وامواج هائجه وتعرض لعوامل طبيعيه قاسيه لكنه صمد امام هذيك العوامل والعواصف والامواج وهو باقي حتى يعلن للجميع عن الحريه والامل في بلاد امريكا لكن هالنصب اللي رفع في بلاد امريكا هناك نصب اخر نصب من الخشب رفع هالنصب العظيم منذ زمن طويل لم يرفع هالنصب الخشبي رمز للصداقة والمحبة لكنه رفع كراهية وحقد ما ارتفع هالنصب كتير عن الأرض يمكن مترين أو ثلاث تمتار لكنه استطاع بالرغم من هيدا كله أنه يربط السماء والأرض معا الله والناس الاله القدوس البار مع الاثم الاشرار بالرغم من مستوياتهم او خلفياتهم او دياناتهم فعلى ذلك الصليب علق ابن الله حتى يصالح الانسان الخاطي مع الله القدوس على ذلك الصليب سمر الرب يسوع المسيح لم يفعل خطيه واحده لكنه حمل خطيه العالم اجمع لم يقل كلمه بطالي ولا مره عير ولا مره تكلم بالسوء مع أنه الجميع عيروه اجا المسيح نور في ظلمه لكن للاسف احب الناس الظلم اكثر من النور شفى الرب يسوع المرضى اقام الموتى طهر البرص واعطى البصر للعميان كذلك اشبع الجائعين وغفر للمذنبين نعم صديقي علق على خشبه الذي علق الارض على لا شيء نعم لقد مات المسيح ليعطي لنا الحياه اخي واختي ان موت المسيح على الصليب ما كان رمز للحريه لكن موت المسيح على الصليب هو لكي يعطي الحريه، فرق كبير، لأن موت المسيح على الصليب كان علشانك انت وعلشاني انا، حتى نخلص انا وانت من عقاب الخطيه. كان تاجه اكليل من شوك، مع انه ملك الملوك ورب الارباب، صاحب التيجان الرفيعة واللي كتب عنه له تجثو كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض كان الإنسان على وجه الأرض يموت مهما طالت سني حياته لح يجي يوم ويموت لأن الكتاب المقدس بيقول أجرة الخطية موت فعندما يموت أي إنسان هيدا أكبر إعلان عن انه هذا الانسان اخطا. لكن السؤال لماذا مات المسيح؟ وهو لم يفعل خطيه والجواب سهل جدا. مات عنك ومات عني انا، لانه حمل قصاص خطايانا حتى يغفر لنا خطايانا. موته كان بديلي، لكنه قام في اليوم الثالث منتصرا على الموت، هللويا، لان ليس فيه هو اي خطيه. بموته اعطانا الغفران وبقيامته برهان انه انتصر على الموت وسياتي عن قريب وسيكون لنا يا احبائي القيامه ايضا، لان الرب يسوع قال: من امن بي ولو مات فسيحيا. الرب يسوع وحده بيقدر يحررنا من عبودية الخطية ويغفر لنا خطايانا فالحقيقة هي أن المسامير ما خلتوش للمسيح على الصليب اللي خلاه على الصليب اللي أبقاه على الصليب هو محبته لإلك ولإلي قال الرب يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة أخي وأختي هل تبحث عن الطريق هل تبحث عن الحق؟ هل تبحث عن الحياه؟ هل حابب تتحرر من خطاياك؟ تعال الى يسوع. صلي قول يا رب يسوع خلصني انا خاطي. صمد هالصليب امام الاف السنين وبرهن عبر العصور والاجيال انه الحقيقه ممكن للانسان انه يقبل الحقيقه او يرفضها لكن الحقيقه تبقى حقيقه فالصليب حقيقه كل اللي قاوموه فنوا اما هو فباق هللويا تمثال الحريه ما بيقدر يحرر اي مسجون ولا حتى عبد او مظلوم لكن يسوع اللي صلب على الصليب من اجلك قادر ان يحررك بالتمام اذا اتيت لعندو هنيئا لك اذا حررك يسوع امين